مرحبا. كل شي بسوريا ومن سوريا تاريخ وحضارة، حتى أكلاتنا المشهورة إلها تاريخ وقصص بتنحكى. حابين تسمعوها؟ يلا نبلش. اليبرق أو ورق العنب، أكلة أخدوها العرب من الأتراك خلال فترة حكم الدولة العثمانية حوالي سنة 1300 ميلادي، وكلمة يبرق معناتها بالتركية ورق العنب. ومع مرور الوقت انعرفت الأكلة بعدة بلدان وصارت أكلة مشهورة ببلاد الشام ومصر والعراق وتركيا والبلقان والقوقاز. أما اليالانجي فهو مثل ما بتعرفوا نوع من أنواع ورق العنب بس بدون لحمة، وأصل التسمية مأخوذة من كلمة تركية بمعنى الكذاب، كإشارة إنه يبرق كذاب على اعتباره بلا لحمة. المناقيش، كلمة مناقيش مأخوذة من كلمة نقش يلي معناتها بالعربية تلوين الشيء وتزيينه. وبتقول الدراسات إنه المصريين القدماء هن أول من اكتشف طريقة تصنيع أقراص العجين والخبز بتخمير طحين القمح والشعير، وكانوا يصنعوه على شكل قرص مدور، وهو الشكل يلي لساتنا منشوفه لهلأ غالباً إن كان بالخبز أو بقراص العجين. وببلاد الشام طوروا أقراص العجين وصاروا يحطوا على وشها مكونات تانية مثل الجبن، الفليفلة، الزعتر، وسموها مناقيش، وهي أكلة شعبية مشهورة ومتداولة ببلاد الشام. التبولة، قصة التبولة قصة قديمة كتير وبترجع لأيام الكلدانيين يلي استوطنوا بلاد ما بين النهرين بالألف الثالثة قبل الميلاد. وكلمة تبولة مأخوذة من كلمة تبل يعني خلط، وكلمة تبولي بالياء هي فعل الأمر الكلداني من تبل. وكانوا أهل هديك البلاد يخلطوا كل أنواع الخضرة بطبق واحد ويقدموه لكبارية القوم. وتطورت الأكلة بلبنان بعد ما دخلتها مع الفتوحات الآشورية، بس مو معروف بالضبط إمتى دخل البرغل على الخلطة. على الأرجح إنه هالتطور صار بالعصر المملوكي بمنطقة البقاع بسبب انتشار زراعة القمح بسهل البقاع. والتبولة صارت بالقرن العشرين من أهم الأكلات التراثية اللبنانية. وآخر طبق رح نحكي لكم عن تاريخه هو طبق البابا غنوج أو المتبل، أو نوع مشهور من المقبلات بالشرق الأوسط، وبيرجع سبب تسميته لقس عاش بالقرن الأول بعد الميلاد ببلاد الشام وكان محبوب بين تلاميذه ورعيته. اسم هالقس غنوج. بيوم من الأيام واحد من تلاميذه حضر له طبق خاص من الباذنجان والخضرة، بس القس رفض يأكل لحاله ووزع الوجبة على الناس، فحبوها هدول الناس وسموها باسمه مع لقبه الكنسي، فصار اسمها بابا غنوج وانتشرت عالميا بهالاسم. لسه عنا معلومات عن تاريخ أكلات كتيرة، بس الوقت ما بيساعدنا نحكي كل شي مرة واحدة. فيكن تحكولنا معلوماتكن انتو بنفس الموضوع وتقولولنا شو أكتر شي عجبكن من تاريخ أكلاتنا المشهورة. كل عام وانتو بخير. رمضان كريم.